لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب أداب السفر، كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ونهمته مقصوده. هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى استحباب الرجوع، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المسافر يستحب له تعجيل العودة، ولا ينبغي له أن يطيل السفر من غير حاجة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلة، قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فهو عذاب في النفس وعذاب في الجسد، خاصة في الأزمان السابقة التي كان فيها المسافر يكابد المشاق، فإن كان في البرد حصل له الأذى، وإن كان في الحر حصل له الأذى، فكانوا يسافرون على الإبل ونحوها، فيجدون من المشقة ما لا يجده اليوم كثير من الناس. والحكم باق حتى مع توفر هذه الوسائل الحديثة، فالسفر لا زال قطعة من العذاب، ولكن هذا العذاب يختلف من زمان إلى زمان، ومن شدة إلى أقل، وهكذا. ولكن لا زال السفر فيه هذه الخاصية، أنه قطعة من العذاب، عذاب في النفس وعذاب في الجسد، وكل منا يرى ذلك. فتجد المرء يسافر على الوسائل المريحة في زماننا المعاصر، ومع ذلك يجد في نفسه تعباً في النفس وتعباً في الجسد. فالحكم باق، ولكن تختلف الشدة ويختلف التعب من زمان إلى زمان ومن وسيلة إلى أخرى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، عذاب نفسي وعذاب جسدي، يمنع أحدكم، يعني السفر يمنع أحدكم طعامه وشرابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس طعامك وشرابك في حضرك وبين أهلك كطعامك وشرابك وأنت مسافر، ولو كنت في سفرك تأكل وتشرب أحسن الطعام وأحسن الشراب. وهذا مجرب ومشاهد، وذلك لأن الاستقرار بين الأهل وفي الحضر والمكان الذي أنت فيه فيه راحة نفسية وضرورة لا تدفع، وهذه لا توجد في السفر، وإن توفر في السفر ما توفر. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، كذلك النوم، مهما حصل في السفر من أمور مريحة في أزماننا المعاصرة، إلا أن نومك بين أهلك وفي بيتك وإن كان أقل جودة وأقل مكانة، فإن نومك بين أهلك أعظم راحة. وهنا قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحكم، قال: فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني مقصوده في السفر، فليعجل إلى أهله. ومن أخذ أهل العلم استحباب تعجيل العودة إلى الأهل، وعدم التأخر في السفر من غير حاجة. وهذا هو على الأصل، أن السفر لا يكون إلا لحاجة، أما من غير حاجة فإن أقل الأحوال أن يقال أنه خلاف الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. وأيضا هذا حكم آخر، أن المسافر إذا أراد القدوم على أهله فإنه يقدم عليهم في النهار حتى لا يفاجئهم، لأن في الليل يحصل فيه من الترويع والتخويف، خاصة في الأزمان الماضية.
والحكم باق حتى في أزماننا هذه. فالمسافر إذا أراد الرجوع إلى أهله فليرجع إليهم نهارا، وأما إذا أراد الرجوع إليهم ليلا فليخبرهم بذلك. قال: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. والطروق هو المجيء في الليل. فهنا في هذه الأحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا كان في سفره، وإنما يأتيهم كما كان يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم غدوة أو عشية، يعني يأتيهم في النهار، ما يأتيهم في الليل إلا إذا أخبرهم، إذا أخبرهم فإنه لا بأس بذلك. وهنا المراد بهذا الحكم هو من أطال السفر، أما السفر الذي فيه يوم أو يومين فإنه لا يدخل في هذا الحكم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: إذا أطال أحدكم الغيبة. فمفهوم الحديث أنه إذا لم يطل الغيبة فلا يحتاج إلى هذا، وذلك لأن العلة في مسألة طروق الله ليلا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذكره النبي في حديث آخر، قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني حتى تستعد زوجها. فإذا كان السفر يوم أو يومين فإنها في الأصل على ما كانت عليه قبل أن يسافر زوجها، قبل أن يسافر زوجها. أما إذا طالت المدة فإنها قد تهمل قليلا لعدم وجود الحاجة وهو وجود زوجها بينها. فلذلك إذا طالت الغيبة وطال السفر فإنه لا يطرقهم ليلا، وإنما يطرقهم نهارا إلا أن يخبرهم بموعد مجيئه ورجوعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.